ماما صباح الخير، انا عايز المصروف. استباحنا بالمصروف يا زيف. في يا ماما، انا بقولك حاجه غلط. امال ايه يعني اعيش كده من غير مصروف؟ ما تتنيل تولع بجاز. انت عاوز مصروف ايه بالظبط؟ نعم. ليه مش ورايا مدرسه؟ ورايا بلاي ستيشن؟ ورايا بلياردو؟ ورايا كوره؟ لا يا ماما، معاملتك اتغيرت معايا قوي. يا ماما بعد اذنك انا عايز المصروف. عاوز كام بقى يا فؤاد؟ يعني مثلا بعد ما الدولار عالي بقى ب 30 جنيه مثلا، ممكن نقول ل 50 جنيه سندوتشات للمدرسه، وقول لي 30 جنيه كوره، 80 جنيه، وايه تاني يا بلياردو وبنج وبلاي ستيشن. يعني الموضوع كله يا ماما عربيات ومواصلات وخروجه يعني ممكن مثلا الموضوع يخش في 800 جنيه. نعم 800 جنيه؟ ايه؟ واجيب لك انا 800 جنيه منين يا فؤاد؟ لا لا روح اشحن. هو بمزاجي يا ماما؟ انا مالي؟ ما هو الدولار اللي قالي. الله يقطعك انت والدولار يا شيخ في ساعه واحده. احنا مالنا احنا ومال الدولار ومال الزفت؟ نعم يا ماما، انت عايشه في البتنجان يا ماما. ما كل ما الدولار بيقل الحاجه بتزيد يا ماما. انت ما نزلتيش الشارع بقالك قد ايه؟ لا يا حبيبي بنزل. ومين قالك ان انا ما بنزلش؟ لا ما هو معنى كلامك دوت يا ماما بيقول ان انت اصلا ما بتنزليش وهتتحنطي هنا. اقعد يا اللي مش متربي. يا ماما طب بذمتك انت بتفطري بكام؟ انا باخد ال 50 جنيه دوبك يا دوبك والله. بنزل اجيب بقى فطار وبتقضيني بالعافيه. بنزل اجيب فطار وبقعد على القهوه 5 دقايق بصرف ال 50 جنيه. انت بقى بتفطري بكام؟ يعني مثلا لو عايز افطر ولا حاجه ممكن انزل عند عمك سايب بتاع الفول اجيب ب 2 جنيه فول و 2 جنيه طعميه وتعشت على كده، وممكن بالمره وانا طالعه كده اشحت من ام عمك السيد اللي رافعين عيش وافطر بيهم. ده الكلام دوت يا ماما من سنه 2000 يا ماما. خلاص انزلي دلوقتي بقى هتلاقي عم سيد عارض كيس الفول بدون فصال، هيقول لك يا فندم كيس الفول ب 30 جنيه. ايوه يا ماما انا بشتري وعارف، اسمعي مني. ده انا بروح اجيب كريب ب 80 جنيه يا ماما. كريب؟ يعني ايه كريب يا اخويا ان شاء الله؟ يا لهوي انا لسه هحكي لك يا ستي. انت جاهله ما تمكيش انت في الحاجات دي. يا مين دي اللي جاهله يا ابن الجزمه؟ ده انت عيل ايه ادب مش متربي. الجهله قال ده انا خارجي تاني عليه سلم اول. نو 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 ده ايه دي؟